السلام عليكم متابعاتي، توحشكم. كيف انتم اليوم؟ نقدم لكم الوصفه ديال الكرعيم الحمص اللوبيا. كنتمنى تتابعوني في القناه ديالي شيف سلوى. بالنسبه للوصفه، كنحتاج الحمص، كنحتاج اللوبيا شيخه، كنحتاجو الكرعيم كما كتشوفوا على حسب الرغبة، على حسب كل واحد شنو هو راه شحال يعمل. انا عندي هنايا جوج الكرعين. كنحتاجو البصلة مشلضة كما كتشوفوا. بالنسبة للتوابل، كتشوفوا الفلفلة الحمراء، الكيمون، الخرقوم، الجنجبير مطحون، الملحة طبيعة الحال، والإبزار، والثومة كنخليوها كما كتشوفوا، كاع ما كنهكوها، كنخليوها كنغسلوها ونخليوها، وطبيعة الحال كاس ديال الزيت. كما كتشوفوا منا الكرعين في الطنجرة، نزيدو البصلة شلضة، نزيدو طبيعة الحال الفلفل تقريبا جوج مغارف كبار، مغرفة ديال الكيمون، الكيمون احسن ميكونش بزاف كما كتشوفو، نزيدو الخرقو، لأن هدا هو السر ديال هاد الوصفة. فيها جميع يعني كاينش كنجبير، ليبزار، كيمون، كنزيدو الكنجبير كما كتشوفو، كنزيدو الإبزار تقريبا مغرفة ما عمرش، وطبيعة الحال الملحة مغرفة كبيرة، حيت الكرعين كيحتاجو بشوية ديال الملح. كما كتشوفو التومة كنخليوها هكداك، ما كتقطع ما والو، كنشبروها كنعملوها كتغسل مزيان تكون جديدة، وكنزلوها. إذا كيف ما كتشوفوا زيدنا واحد كاس الزيت وتقريبا لتر ديال الماء باش الله يجيو هذاك. هذه البطاطا غنزيدوها فيما بعد. وكنعملوها طيب، شدو عليها ونخليوها طيب. ملي كتقرب طيب كنزيد عليها لوبيا والحمص. اذا كيف ما كتشوفوا الطاجين ديالنا راه وجد، وزدنا عليه البطاطا. ها هو الطبق ديالنا، ها هو تبارك الله، هو وجد غزال كيحمق. نتمنى يعجبكم، بالصحة والراحة. اذا متابعاتي، نتلقاو بوصفة جديدة ان شاء الله. اذا ما تنساوش متابعاتي تشاركوا في القناة ديالي شيف سلوى، وتضغطوا على زر الجرس.